فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يدعو الحسن والحسين رضي الله عنهما أو يتبرك بالقبور بقبورهما، هل يجوز أن يقال بأنه مسلم أو بأنه أخ لنا؟ لا، ليس أخا لنا، نبرأ إلى الله منه ومن دينه، وهو مشرك، عدو لله وعدو للمسلمين. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا مودة بيننا وبين المشركين والكفار أبدا. نعم.